السلام عليكم أعزائي الفلاوين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياسكا أخبار تي في، التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد بإذن الله. يعني حصريا موبيليس تنشر أول بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية. كما راكم تشوفوا تعلم شركة أتي موبيليس الأسرة الرياضية العامة وأوفية فريق شبيبة القبائل، خاصة أنها ومنذ تاريخ يعني 1 مارس 2023 أصبحت تمتلك أكثر من 75% من أسهم الشركة الرياضية ذات أسهم شبيبة القبائل يعني جي أسكا ولا ساسبيا. وفي نفس السياق يعني تعلم المديرية العامة أنه تم تعيين السيد عبد العزيز الزروقي إطار سامي في الشركة للإشراف على السير الحسن للفريق. عبد العزيز الزروقي هذا إن شاء الله في فيديو قادم راح نعطيكم يعني معلومات عليه. نتمنى إن شاء الله ديروا لنا لايك على الفيديو، أبوني في القناة إذا ما راكش مشترك في القناة، فعل زر الجرس كي يصلك كل ما هو جديد على أخبار شبيبة القبائل والأخبار الحصرية كذلك، وخليونا الآراء تاعكم في التعليقات. يعني أي إنسان عنده تعليق ماذا بينا إن شاء الله يخلينا الآراء تاعو في التعليق. نتمنى إن شاء الله توفيق لشبيبة القبائل، وتحياتنا للناس كامل القبائل داخل الوطن الجزائري وكذلك خارج الوطن الجزائري كذلك، اللي قاعدين يتبعوا في هذه القناة جياسكا أخبار تيفي وقاعدين يدعموا فينا بلجام تاعهم ويشاركوا معنا الآراء تاعهم. والسلام عليكم.